فتون، تعي لقلك. روحوا يا أولاد على مدرستكم. في شي قدرية خانو؟ قال اليوم عيد ميلاد ولا جواد؟ أمينة قالت لي. صحيح اللي قالته. شو هاد يا؟ شو عم بيصير؟ الباب مقفول؟ شو سجن؟ خدي بنتي. فتون، بدي اطلب منك طلب يا روحي. تفضلي. لو سمحتي ممكن تشتري لي هديه مشان حفيدي؟ ما بعرف الالعاب والشغلات يلي بيحبها. والله يا قدريه خانم مو ضروري، اليوم بعد المدرسه منقطع الجاتو بس. الله يوفقها امينه رح تساوي. الله يوفقك فتون، بكل حياتي هي اول مره بحضر عيد ميلاده لجواد. هاد امانه مراد وبدي فرح له قلبه بشي، يعني اقل منا نجيب له هديه بسيطه؟ لا تكسري بخاطري. يعني أنا ست أم أبو، مو من حقي أعطي لحفيدي مصاري ليشتري هدية فيها. طيب ماشي مثل ما بدك، رح أشتري له هدية باسمك. بتشكرك. شو بدنا نعمل؟ قولي لي عايدة، شلون رح نشتريها للهدية؟ روقي وفكري معي إلا نلاقي حل. شو عم تعمل؟ صباح الخير. صباح النور، مبكر بالشغل. أنا اليوم ما رح طول كتير بالمزرعة. ليه شوفي؟ اليوم عيد ميلاده لجواد. هذا أول عيد ميلاد إله بدون مراد، ولهيك لازم عوضه عن هالفراغ. كيف رح يصير هالشي ما بعرف، بس ما لازم حسسه انه ابوه غاب من حياته. تمام لك، رح نجهز له شويه مفاجات، لهيك خلينا نبلش من هلا. قدريه خانم عطتني مصاري مشان الهديه، وامينه رح تعمل له قالب جاتو وبرك واكلات طيبه. اذا امينه رح تساوي له جاتو وبرك، نحن شو ما عملنا ما رح يبين. اليوم في عندي شغل تاني. شو هو؟ رح ادور على مدرسه مناسبه لعاصم لاني وعدتها لامينه. لو تشوفه قديه متشوق طول الليل قاعد عم يرسم الاحرف والارقام. رح تلحقي على كل هالأمور؟ عم حاول بكل طاقتي. بهدول شو رح نشتري؟ ما بعرف، عم تسأليني؟ أول مرة بدنا نحط بهالموقف الغليظ. تلوين، وبنشتري كمان دفتر رسم، جواد كتير بحب هيك شغلات. شو رأيك بهالفكرة، حلوة ولا لا؟ حلوة وما عنا غيرها. خلاص لكان، انتي بعد الدوام خدي جواد وروحي على البيت، وانا بروح على السوق وبجيبهم وبجي. تمام خلاص. روحوا على البيت قبلي، وأنا في عندي كم شغلة بخلصهم. تمام، يلا خلصيهم.
مايا لوين بدها تروح؟ على المكتبة حبيبي، طلبوا بالمدرسة الشغلة وراحت تشتريها. وأخيراً وصلنا. خالة أمينة شو هالحالة؟ هالبيت للمجانين كأنه. عايدة عملت لها لجواد أكلات طيبة. ليك حبيبي، أنت بتعرف تغير ثيابك ما؟ بتذكر إنها كانت هون؟ وينه؟ لقيتها. أمينة ليش عاملة كل هالشي؟ بس قلب جاتو طلبت. جواد بيستاهل يا قلبي. عن جد ما بعرف شو بدي أقول لك، خجلتيني. شكرا كثير لإلك. أمينة، لقيت مدرسة خصوصي لعاصم. عن جد؟ وإن شاء الله بيقبلوه؟ بيقبلوه، رحت وحكيت معهم. بس قالوا إنهم صاروا بنص السنة، قال السنة الجاية بيبلش من أولها. فتون، الله يجزيك الخير ويحمي ولادك. عاصم كتير رح ينبسط. شلون رح كافيكي ما بعرف. لا ليش هالحكي، أنا ما عملت شي. أنا جاي ساعدك مشان نخلص بسرعة. ليك حبيبي، أنت خليك مكانك لا تتحرك، رايح مشوار وبرجع. الماما جاية بعد شوي. إيه طيب.